حميدة؟ أهلا وسهلا أمينة، خير؟ شو صاير؟ مرحبا صهري. إذا عم تدوري على أختك، روحي على البستان، هي هنيك. بصراحة أنا بدي منك تساعدني، الله يوفقك، ما ألي حدا غيرك. الطرزين بده ياخذ ابني على الجبل. وطي صوتك بلا ما حدا يسمع، يعني بتعرف شو الوضع عنا؟ شو بدي ساوي؟ فكرة مات وما حدا منكم إجا وسأل علينا. لك لمين تركتوني أنا وهالولدين؟ وعائلة فكرة ما حدا منهم دق بابنا. أكيد بتعرف شو السبب، لأنه جوزي أسأل هالتنظيم تبعهم. ما حدا غيرك بيقدر يساعدني. دخيلك ببوس إيدك، بدهم ياخذوا ابني سعيد على الجبل. الله يوفقك، لا تخليهم ياخذوا مني. بصراحة يا أمينة ما في يساعدك، مين أنا لحتى أوقف بوشهم؟ وعلى فرض أنه حاول ساعدك، أي والله الأغا بيقلع أنا من الضيعة، خلقه هو متزاول مني، ما فيني أعمل شيء. أنا هلأ بحاجتكم، لك الولد رح يضيع مني، الله يخليك. فهميني، ما بقدر أعمل شيء. إذا الأغا دري أني ساعدتك بيقلعني من كل الضيعة، وين بدي روح أنا وعيلتي؟ خلص أمينة، حاجة تبكي، طمني الله ما بينساكي. لا تقولي لحدا أنك إجيتي لعندي، بلا ما الأغا يعمل لي شي مشكلة. ايه طمن، ما حدا رح يعرف أني إجيت لهون. كتير منيح، اسمعي شو بدي قلك هلأ. ليك يا أميني، هلأ بتروحي على المزرعة وبتسألي عن واحد اسمه وحيد، بتسلمي له عليه وبتحكي له قصتك، بجوز هو يقدر يساعدك. أميني لا تأخذيني، بس هذا يلي بيطلع بإيدي. متأكدة من هالحكي؟ شو رأيك؟ إيه أنا شفتهم بعيوني. عن جد عم تحكي؟ ما بعرف هالدكتور على شو حاببها لهالمأنزعة. تعرفوا يا جماعة أنا شاكة إنها ساحرته. يا لطيف، شايفتك رجعتي تحكي عن الدكتور. عتقي لها سلامة، شو عامل لك؟ هو والأنسة زينب ما عم يفارقوا بعض ولسه بتقليلي شو عامل؟ يعني شو فيها؟ طول عمرهم هيك؟ لا هالمرة غير شكل، شفتهم عم يتمشوا بالضيعة. قلت لهم معلش إجي معكم، قالوا لي لا عنا شغلة خاصة. شو قصدهم بقى؟ والله هي زينب أخذت له عقله، بيزعل الدكتور، والله إذا عرفوا أهله أكيد رح يقتلوه. وبعدين معك هلي عن الصبي، يا ربي شو بدي أعمل؟ لازم وقفها عند حدها، رايحة لعندها، لازم خليها تبعد عن ابني. خير خالي سناء؟ صاير شي؟ ما بتعرفي حالك شو عاملة زينب خانم؟ صايرة مشكلجية مثل أبوكي، كلكن هيك. ما بكفي اللي ساويتوه ببنتي؟ بعدوا عنه ولا جاي على بالك تأذي؟ نعم؟ أنت عن مين عم تحكي؟ بالله؟ هلأ ما عاد تعرفي؟ لكان خلصتوا منا وهلأ إجا الدور على طارق. حضرتك ما بتعرفي الناس شو عم يحكوا عنكن، بعدي عنه سيرتك أنت وياه على كل لسان. أبوكي إذا دري شو بيعمل؟ خلص اتركيه زينب، هو ماله قد أهلك وعمايلن، عم تفهمي؟ حلي عنه. يا لطيف على هالحكي، شو هدول وين مفكرين حالهم؟ لازم ينحطوا لهم حد. والله هالشغلات ما بتصير. ومعقولة هيك قدام الناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أكيد أكيد المفروض أيوة. يفكروا شوي، لك عن جد ما بيستحوا. شلون هيك عم بيعملوا؟ مو عاملين حساب لحدا. استحوا ماتوا. أنا ما توقعتها هيك، يعني رجعنا على القصة. ما بتستحي. دكتور طارق يبسه بلا ما تبرد.
يسلموا ديالا. خلص ما صار شي، لا تتضايق. معك حق، بس زينب رفضتني. طيب كمان انت حابب ضل حالي؟ فوتي بلا ما تبردي. ابني حسان حبيبي. دكتور مرحبا. أهلين خالي. خير لك ابني؟ ليش واقف بهالبرد؟ حبيت شم شوية هوا، يعني متضايق شوي. ليش؟ لا ما في شي مهم. بس ما تكون الآنسة زينب هي اللي مضايقتك. والله هيك الظاهر. ابني بعد عن هالبنت، والله أحسن لك. بلا ما يصير لك شي، هدول أهلها مشكلجية. ما بدك مين يقلك شفت شو عملوا فينا؟ خلص شو بدك فيها؟ يعني بس ما تكون بتحبها. لا يا أمي أصحك تحبها، في بيناتنا دار. طيب مثل ما بدك. هيك بدي إياك، الله يرضى عليك. لا تضايق حالك، بلا لك هالمشاكل. ماشي؟ صحيح وين كنت مختفية من الصباح؟ والله كنت عم جهز حالي، بدي سافر لعند وحدة قرايبتي. حبيت إني ودعك قبل ما أروح. هاي قرايبتك وين ساكنة؟ بضيعة بعيدة. بخاطرك انتبه على حالك. خالي سناء استني شوي. أنا رايحة لحتى أنقذ أختك من هدول الظلام، بس يا خوفي إني موت هنيك. شلون بدك تعرف الحقيقة؟ شلون بدك تعرف إنه أنا أمك ونيرمين أختك؟ صايرة كتير عم تجيها النوبة، يعني خلص البنت أدمنت على الدواء. شو الحل زيدان؟ أعطيني الدواء بسرعة. عطية هي آخر علبة عنا. معلم خير؟ شو في؟ مش الحال، ماتت. منيح، يلا على شغلك. ألو. ايه تحت امرك معلم، رايحين فورا. بدك شي؟ لوين رايح؟ بدي جيب الادويه. بس دائما هن بيجيبون. هيك الاوامر. بدي استقبل الخبيره الالمانيه رويدا. ليكي انا رايح اجيب لك الدواء. شبكي؟ كل ما بشوفه قلبي بيرجف. تررم تررم اي ما عم بقدر نام. خدني وخلصني، تعا حبيبي وخلصني. ما شاء الله ما شاء الله، عن جد صوتك كتير حلو. يعني انا صرت متأكد 90% انها بتحبني. كل ما بشوفك قلبي بيرجف، ما عم بقدر نام. اصحى على حالك بقى. لك أقولك انا شو عم ساوي؟ صايرة ما عم افهم عليه. يعني ما دام هو بحبني، ليش هيك عم يعاملني بأسوأ؟ هذا اكيد عم يتدلل علي. لك العمالة طلعت هي مو بس بتحبني، لك بتموت فيني كمان. لك دخيل الله. شو حنان؟ شو بدك عبدو؟ جهزتيهم الاكلات المختار ولا لسه؟ استنى دقيقتين هلا بخلص. شو انا فاضيلك لحتى استنى؟ لك انطع الحنك هو اللي خلاك تتاخري. شو هالنسوان هدول؟ لك الله يعيننا. ولك انت شو عم تقول؟ كيف تحكي معي بهالطريقة ها؟ كلك شقفت راعي. لك انت شو مفكر حالك؟ قولي قولي. لك الله يلعن الساعي اللي شفتك فيها. لك لا تمشي حافية، مسكي. انقلع بقى، يبعت لك حمام.
والله إذا بتجي تاني مرة لهون بدي أكسر رجليك. البسي برجلك عشان ما تاخذي برد. المعلم زكو بيكون جوز أختي، بعتني لعندك وقال لي إنه بتقدر تساعدني. الله يخلي لي إياك، مالي حدا غيرك. بدي إياك تسجل لي ابني بالمدرسة الداخلية اللي حطيت فيها أحفادك. والله الشغلة مو بإيدي، يعني أنا بحكي لك مع المدير، بس بصراحة أنت جاي متأخرة، التسجيل خلص من زمان. خلص أنا رح أعمل كل جهدي وإن شاء الله بصير خير يا أختي. يسلموا إيديك. الله يسلمك. يسلموا إيديك يا بنتي. صحتين وعافية. على قلبك. هاي حفيدتي الكبيرة اسمها عايشة، مخطوبة هلأ وإن شاء الله عرسها رح يصير بعد أسبوع. عقبال ما تفرحوا بإخواتها كمان، الله يوفقها بحياتها. آمين. عمي ابني مو آدمي بالمرة، الله وكيلك إذا ما لحقته هلأ وحطيته بهاي المدرسة رح يطلع على الجبل. إيه أختي أنا فهمان عليك، والله هالشغلة رح تجننا. نص شباب الضيعة قال بدهم يطلعوا على الجبل. إيه لكان عم يشوفوهن صغار عم ينضحكوا عليهم، ونحن مو شاطرين غير نتفرج. هاي المدرسة رح تبعد ابنك عن الإرهابيين، وإذا حط عقله براسه يعني صار يدرس وطلع من الأوائل بيلاقوا له وظيفة بالمدرسة. الله يجزيهم الخير، وخاصة المدير شخص محترم كتير. قلت له عندي هالولدين بدي إياك تدير بالك عليهم لأنه أيتام. قال لي تكرم عينك، نحن رح نساوي كل شي بيطلع بإيدنا. هذا اللي صار معي، ومن يوم هلا الأولاد قاعدين بهالمدرسة. ايه منيح، بس يا ترى بيوافقوا على ابني؟ ما بعرف، بس قولي إن شاء الله. انت قليلن إنه أنا بعدتك، وهلا قبل ما تروحي عايشة رح تعطيك كم غرض تاخذيهن لأولادنا، يعني إذا بتريدي. تكرم، ولو بدنا خدمة تحرز أنا رح جيبهم. ايه ليش لأ، باخذهم براسي. تكرم عينك. وين الأماني؟ المعلم زيدان وصل، يلا تعو. معلم زيدان، ضيفتنا المدام أنجيلا. أهلين شرفتينا مدام أنجيلا. أهلين فيك. طمنيني كيفك؟ ممتازة. لمعلم زيدان من أحسن الرجال اللي عنا. هالشي واضح، تشرفت بمعرفتك. مدام أنجيلا، جبتينا الأدوية معك ما هيك؟ طبعاً. يسلموا إيديكي. تكرم. يلا. شايفتيها؟ شو هاد؟ إلعمة شو ما بتزوق على دمنا؟ أنا كتير أحبك وحب المدرسة. ما رح تنسي تكتبي الوظيفة، مو هيك حبيبتي؟ الله يعطيك العافية. شكرا. الله يعطيك الله العافية. الله معك، سلميلي على الأهل. وجاي لعنا كمان؟ تعي تعي لشوف بسرعة. فوتي لجوا يلا. يلي استحوا ماتوا. قالوا لي تركينا في حديث خاص بدنا نحكيه لحالنا، انا لحقتهم كانوا رايحين باتجاه الخرابه. يا عيب شو معي. ليكم ليكم. مرحبا زينب. يا شفتوا شو صار؟ شفت يا حميد؟ كل أهل الضيعة عم يحكوا على شرف بنتك، والسبب بكل هالشي جناب الدكتور العمى. أنت بدنا نخلص منه. هالحكي كله متأليف حنان، كذب بنتي ما بتعملها. عم تتفتل هي وياه على مرأة من الخلائق. لك فهمني شلون قدران تتحمل؟ يعني اللي عم يحكوا عنها مو بنتك؟ لك عيب ما بيصير تضل ساكت هيك. بتعرف أنا ما أكون بدالك لروح أقتل اثنين بس يظهر إنك أنت ما عندك إحساس. ما بسمح لك تحكي معي هيك، عم تفهم ولا لا؟ لا ما عم افهم. يعني شو بدك تساوي يا قليل الشرف؟ خلص عيب عليك، لك والله انا اخوك، يعني شرفي هو شرفك، كيف هيك عم تحكي؟ شبك؟ زينب، تعي، احكي لي بنتي في شي بينك وبين الدكتور؟ ابدا بابا. بس حنان رجعت تحكي علينا. بس كمان لا تنسي انه ما في دخان بلا نار. مفكرتيني اجدب؟ يعني حنان هيك من حالها عم تحكي؟ ايه اكيد شايفة شي. خلص عمي بكفي. مو أنا يلي بخلي العالم يحكوا علينا.
شان هيك ما عاد اطلع برات البيت. لازم تعرف انه بابا رباني احسن ترباية. ديالا شو طلع معك؟ اي والله طلع معك حب. اهل الضيعة رجعوا يحكوا عليكم. طيب ليش هيك؟ نحن ما عملنا شيء، مشان هيك زينب مشيت، كنت حاسس. حنان هي السبب. معناته أهلها لزينب عرفانين. وسيرتهم على كل لسان. لازم روح لعند زينب هلأ. شو عم تحكي أنت؟ يعني متخيل شو ممكن يصير لك؟ بس ما في حل تاني. أنا لازم روح شوفها وأحكي معها فورا. إذا بتريد، هلأ مو وقتها. استنى شوي بس لتهدى الأوضاع، اسمع مني ولا تقول لها شيء هلأ. ديالا معك حق، بس أنا مضطر إني أحكي معها. ديالا أعطيها هي لو سمحتي. ماشي تكرم. مين انت؟ مراسل بالتنظيم بديع رشا. مين انت؟ مراسل بالتنظيم راجع على المعسكر بس جعت كتير. حاسس حالي شايفك من قبل. اكيد شايفني بالمعسكر لانه انا بروح لهنيك كتير. لا لا انا شايفك بغير محل. ورجيني وشك بالله. بديع وين اكلها؟ روح بلا مي عصير. يلا اهلا وسهلا بالمعلم. ما طولت عليك بديع. هي لك. شو هاد؟ لا اشي حجي وزعون على الناس. يلا الحقوني. رشا جيبيها لرويدة. رويدة تعي معي. مسكي خلي هدول معك. عم تاخد من هالدواء بس ما عم بيأثر فيها. بده شهر ليبلش أثره على الواحد. صبري بقيان كم يوم وبيصير لعنا شهر. بعدين ما عادت تتعرف على أمها. تعي رويدة تعي. ليكي جبت لك معي الدواء. يسلموا معلم. تكرمي يلا. راح يدورها للبنت. لازم خلصها منهم. ها اختي ديالا جاي لعندك. مرحبا عمو كيفك؟ اهلين تفضلي. زينب مو هون؟ ليك جاي تفضلي. اهلين اهلين. شو هالمفاجأة؟ شو اخبارك زينب؟ أنا انشغل بالي عليكي. سمعت إنك متضايقة وجيت لحتى أشوفك. تسلميلي. خلص لا تزعلي أنا واثقة فيكي. واثقة فيها؟ ما في غيره أكيد. الدكتور هو اللي بعتك لعنا ما هيك؟ من شان الله سكوت. يعني البنت ضيفتنا ما بصير. تعالي لجوا على غرفتي. لا معلش طمنت عليكي. يلا بالإذن. الله معك. الله معك شرفتي. عود علي عود. بس تعتم العين تعالي على الخرابة القديمة. Thank you.
ما عم يتركوا البنت لحالها. يا ربي كيف بدي خلصها منهم؟ اجت المساعدات، وصل الاكل. يا شباب وصل الاكل. يلا يا زلمه كنت رح موت من جوعي. هو يا شباب معلم شوفي كل واحد على شغله. يلا شو واقفين عم تساوي؟ يلا جوعاني، صار لنا اسبوع على لحم بطننا. ست حلقك هلا بتاكل. يلا نزلوا، والله جوعاني. يلا شوي. يلا يلا زلمه شو دغري هجمتوا؟ شبك يلا بسرعه. يلا خفوه شباب. يلا بسرعه يا شباب. انت شو قاعد عم تساوي؟ صار لنا اسبوع على لحم بطننا. ساعدهم بناء الاغراض على المستودع لشوف. يلا حرك على مهلك، لا توقعون. يلا روح. يلا خذ هاي كلها يا شباب. حطها شو تاكلها؟ سيك ما راح اكلها، حوت انا جوا. يلا بنحلم. يلا بسرعه. يا سلام شم شم الريحه، والله شيء ظريف. خذ خذ سيك استدوا خذها، فوت انا جوا مسيك. يلا يا شباب تفضل. شيل معي. يلا حساعدك انا حمين هذا. اوف شو ثقيله هي. حطهم هون. لازم اعمل لي شيء قصة تخليهم يبعدوا عن نيرمين شوي. لا عجيب بقى الغلط. زينب خير يا بنتي؟ شوفي يا حميد، علمي علمك امشي لنشوف. يلا جاي. يا ربي لا اختي زينب. علي شو بك؟ علي شو بك؟ انا هون حبيبي. شوفي زينب شفت منام كثير بخوف. اه يا حبيبي لا تخاف، مشي الحال. ما تبكي هذا كابوس. يا الله انا خايف عليك يا زينب، كانوا رح يقوصوكي. شوفي أنا بحبك، لا تموتي، لا تتركيني لحالي. زينب شو صاير له؟ ما في شي بابا، بس كان عم يشوف كابوس. طيب خلينا يلا. يلا نام حبيبي ما تخاف. ايه شو هالورقة؟ شو هاد؟ بس تعمم. لا لا بس تعدم العين. تعي على الخرابة القديمة طارق هيك لكن. حميد تعا راجي رسالة وشوف شو بده من بنتك. صدقت هلا؟ بسيطة، أنا رح ورجي له الكلب يا حميد. هيك لكن يا حقير. انت خليك هون لا تتدخل يا رشاد. بابا لوين رايح؟ عمي شو صاير؟ فهموني. لا يا ربي. تعا دور منيح. يلا بس دير بالك لا تحرقها. هانيك يا بنتي، بعد شوي رح افجر المستودع وساعتها رح اقدر هربك من هون. مالو بالخرابي عنا استوصف. يلا بعد شوي رح أطلكن أكل، أكيد جوعانين. يسلم وداكي. دكتور دكتور وينو؟ خير دكتور. شوفي وينو قليل هالشرف ها؟ شو هالحكي هاد عيب؟ أنت لا تتدخل. ديالا وين طارق؟
ما بعرف، وعلى الأغلب ما نراجع لهون. هذا أكيد ببيته. امشي لهنيك. يلا رجاء، أمي لهلأ ما رجعت؟ لا والله لسه. ظافر بيك، أنت أملي الوحيد، مشان الله ساعدني. والله يا أختي كان بودي، بس مع الأسف فترة التسجيل خلصت والطلاب اكتملوا. آسف ما فينا نسجل ابنك. مشان الله دبرها. يعني ما في محل واحد؟ مو ضروري تحطه بغرفة. إذا بدك خلينا بالصف، المهم يصير عندك، لأنه إذا ضل بهاي الضيعة رح يطلع الجبل. مشان الله يا أخي سجله بهاي المدرسة. ما في داعي تنفعلي، عادي إذا بتريدي. خلص أنا رح أحاول. يعني صحيح إنه نحن هلأ ما عنا محلات، بس كل سنة في طلاب بيتركوا من تاني فصل، والشغلة المنيحة إنه مو بقيان للفصل الأول غير شهرين. رح أكتب اسم ابنك على رأس القائمة، وإن شاء الله الفصل الثاني رح نسجله عنا. بس حاليا أنا بعتذر منك، عن جد ما بقدر. إيه مثل ما بدك. شو بدي أعمل؟ مضطرة إني استنى. عمي وحيد بعت هالغراض لأحفاده. يسلموا هديات. يا رب، شو بدي أعمل مع هالبلوة؟ شو بدي أعمل؟ من محل ما استوى. يلا لشوف. مديع، شو صار معك مشان الشنطة اللي عم تدور عليها؟ عربت المنطقة فوقاني تحتاني، بس ما قدرت لاقيها. يلا بسرعة، طالي شقفة من ناحية الفخذ. يلا يلا أوام. خير؟ شوفي لك لسه عم تسأل ولا؟ بكل الناس عم يحكوا على بنتنا بسبب رشاد. كلب سكوت، أنا بدي أتفاهم معه. شو عم تحكي يا حميد؟ ما بيمشي في غليلي لحتى يشوف هالكلب ميت. وقف رشاد وقف. خلص ما بيصير لك، حط عقلك براسك. لا تجن لك. شو صار لك؟ بتعرفي تقري وتكتبي؟ ايه يعني. كتير منيح، روحي على المستودع وجيبين لقنينة مشروب. طيب ماشي، خد حظك. ايه والله برافو عليكي، بدها مشروب بعد هالأكلة. وبدنا نكيف على المزبوط، وفي بنات كمان. Come on!
خلص لا تخافوا ما حدا هجم علينا. هذا مستودع الأسلحة انفجر. تعي معي تعي. وين ده؟ طمنيني انت منيحة؟ ما فيني شي. أنا منيحة ما فيني شي. منيح تعي لعندي. يلا تعي. يلا بنتي خلينا نمشي. ما فيني أمي ما بصرنا شي لا تخافي. ما فينا نهرب بيقتلونا نحن الاثنين. قلت لك تعي معي لا تخافي. يلا رويدة تعي بقى خلصيني. يلا لك جاي. خلصيني بسرعة. لا حدا يرجع روح على المستودع. الكل خلوا يكون. خلص أمي روحي روحي. يصير انفجار ثاني بعد. يمكن يصير انفجار ثاني. انتبهوا منيح. زيدان ارجع شوي لورا. ليقوم يصير انفجار ثاني. جاو ما بدنا شيء حلال. شو بدي أعمل؟ طيب شلون هلا بدي أهرب هلا بنتي؟ أخي خلص طول بالك خلص لك أخي أنت شو عم تعمل؟ خلصنا بقى امشي معي. شو عم تعمل يا رشاد؟ شو عم تعمل يا رشاد؟ دخيلك يا ربي. لا تتدخل يا شيخنا بدي أقتله وأخلص. خلصنا بقى. هاي الأمور ما بتنحل بهيك طريقة يا رشاد. خلص بقى طول بالك شوي. اسمعني يا دكتور أنا بحبك لأنك خدمتني كتير بس الحكي اللي عم ينقال ما حدا بيتحمله. أنا وأخي رشاد معنا حق. أنا بحب بنتك يا عم حميد. وعم تقوله يا قليل الترقية وعم يحكيها بدون ما يخجل. أخي هدي شوي الله يخليك. عمي وقف. دكتور طارق عرض علي الزواج وأنا قلت له أني مو موافقة بس هلأ فيك تيجي وتطلب إيدي من أبي يا طارق. إيه هيك ها؟ معناتها كل شيء رح يمشي حسب الأصول. بكرة بيجي بيطلبها ومنعلن خطبتهم بالضيعة وهيك بيمشي الحال. يلا زينب أمشي بنتي يلا. بابا بس ما تكون اتضايقت مني. لا يا بنتي لا. ليش لا اتضايق؟ يلا تصبح على خير. وانت بخير بابا. يا اخي هيك كنت رح تقيم لأيامي. شفت شلون الشاب ما عنده نية سيئة؟ شو قصدك يعني؟ ليكون بدك تعطيه البنت؟ إذا اثنيناتهم بيحبوا بعض ليش ما وافق؟ يجي ويطلبها حسب الأصول وأنا ما عندي مشكلة. ما بصير. أنا مو موافق على هالجوازة. أخي هاي الزلمة رح يجي يطلبها البنت شو بدك لسه؟ مبين إنك ما بتحبوا للدكتور يا أخي بس الشغلة لا بإيدي ولا بإيدك ويمكن الدكتور طارق يصير صهرنا بقى. شو بدنا نعمل يا أخي؟ هاي الاسمة وهي النصيب. خلصنا هلا وقت مزحك يعني بكفي. بتعرفي انبسطت كتير للدكتور طارق والآنسة زينب. ديالا بنتي شو ما كنتي عم تسمعيني؟ وين كنتي شاردة؟ ما في شي عم فكر شوي. شو كنت عم تحكي؟ كنت عم قول إني فرحت لدكتور طارق وزينب وإن شاء الله الله يتمم لهم على خير. إن شاء الله جدي إن شاء الله الله يسعدهم مع بعض. أنا بدي نام بدك شي تصبح على خير. وإنتي من أهله الله معي. هاي صار اللي بدك يا ورضيت زينب تتجوزك. يا ترى قراري صحيح ولا لا؟ أنا بحبه وهو بحبني بس مو من حقي أعمل فيه هيك وخليه يتعذب معي. يا ربي يا ربي بترجاك تساعدني. ما عم صدق
قالت إنها موافقة تتجوزني قدام عمها وأبوها. يا الله، حاسس حالي عم بحلم. أنا بوعدك إني أسعدك يا زينب. رح أعوضك عن كل شيء. سألني عنك كتير، لا تخافي خالتي، هدي حالك شوي، امشي نشوفهم بالبيت. لا بنتي أنا بروح بشوفهم. سعيد، رجا، شو وينه سعيد؟ سعيد راح وتركنا. ولوين راح؟ يلا رد علي. ما بعرف أمي، فات الصبح وما لقيته بتخته، جيت لهون قلت يمكن بلاقيه بالبيت بس ما لقيته. هو كان دائما يقلي إنه بدي يهرب، وليكو هرب يا أمي، أخي انضم للإرهابيين. شلون ما حسيت على أخوك وهو عم يهرب يا أبني؟ ليش تركت أخوك يروح يا رجا؟ ليش تركته يروح؟ كنت نايم يا أمي، والله العظيم ما حسيت عليه. يا ربي، ليش يا سعيد ليش؟ لا تبكي يا حبيبي، ما بدي أشوف دموعك يا عمري. بكرة بلاقيه وبرجعه لأخوك. ليش رحت يا سعيد؟ سعيد سعيد يا ربي، ليش رحت وتركتنا يا ابني؟ هيك بتصير واحد من الإرهابيين. ليش رحت على الجبل وتركتنا يا عمري؟ اخ يا ويلي يا ربي، شو عمل مع القصير؟ سعيد سعيد. مين انت ولا؟ وشو عم تعمل هون؟ انا اجيت انضم للتنظيم. ومين انت لتنضم للتنظيم؟ انا ابن البطل فكرات. فكرات؟ مين فكرات؟ قصدك هداك الواطي اللي سرق التنظيم؟